يقول إنني حفظت جزءا كبيرا من القرآن ثم نسيته، فما الحكم؟ إنك تحفظه ثانية. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، تستعين بالله وتسترد الحفظ وتحرص عليه، لأنه نعمة كبيرة لا يضيع عليك. نعم. يقول وهل يدخل هذا في قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى؟ لا، هذا ما يدخل. المراد بذلك الذي لا يعمل بالقرآن، الذي لا يعمل بالقرآن هذا هو الذي يحشر يوم القيامة أعمى. أما الذي يعمل بالقرآن ولو كان لا يحفظه هذا من أهل الإيمان ومن أهل السعادة، ولو كان ما يحفظ القرآن. نعم.